السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ انا مروه احمد من قناه مروه احمد. فيديو النهارده هقدم لكم فيه اكله صحيه، بما اننا بنعمل دايت مع بعض فقلت اعمل لكم اكله صحيه تقدروا تعملوها، غنيه جدا، يعني هتغنيكم عن حاجات كتير قوي، هتغنيكم عن الرز، هتغنيكم عن المكرونه، هتغنيكم عن حاجات كتير قوي، غنيه فيها بروتين، فيها الياف، فيها كل حاجه هتحبوها جدا. اتمنى ان الاكله دي تعجبكم، فيلا مع بعض نشوف الطريقه واشوفكم في اخر الفيديو. وصفه النهارده وصفه سهله قوي هتحبوها جدا وبخفيفه. اول حاجه بس عايزه اقول لكم ان الوصفه دي معموله من الشوفان، يعني هو ده العنصر الاساسي اللي فيها. فاحنا هنستخدم هنا نوعين شوفان، النوع اللي هو الحبه الكامله والنوع اللي هو المجروش. الحبه الكامله استخدمته من ماركه اسمها لينو، ده شكلها، اسمه شوفان جامبو، تقدروا تجيبوها من اي سوبر ماركت، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. والماركه الثانيه ماركه مستورده اسمها مورن فليك كريمي سوبر فاست اوتس، يعني هو بيتحول كريمي. حبيت ادمج الاثنين مع بعض عشان كنت عايزه الشوربه ما تكونش سايله كده، كنت عايزاها شويه تكون كريمي. فده نوعين الشوفان اللي انا استخدمتهم. بعد كده تاني عنصر مهم جدا في الأكلة دي هو صدور الفراخ. أنا جبت صدر فرخة وقطعته مكعبات كبيرة كده، ممكن تقطعوها صغير، وحطيتها على جنب. وكمان جبت طماطماية كبيرة جامدة شوية وقطعتها برضو صغير، وجبت فلفل أحمر اللي هو اللي بيتعمل منه البابريكا وبرضو قطعته رفيع، وبصلاية متوسطة وقطعتها صغير، وكمان فص ثوم أو فص ونص ثوم وفرمتهم كويس. دلوقتي هنبدأ مع بعض في الوصفة ازاي عملنا شوربة الشوفان بالفراخ. اول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا، وانا في الوصفة دي بما اننا عايزين نعملها وصفة دايت فاحنا هنستخدم زيت الزيتون. زيت الزيتون ده مستورد او اي زيت زيتون انتوا حابين تقدروا تستخدموه. هناخد منه معلقتين كبار زيت زيتون وهنحطهم في الحلة، ونحط عليهم البصل والثوم. انا غلطت هنا غلطة وحطيت البصل والثوم مع بعض في نفس الوقت، بس انتوا لازم تحطوا البصل الاول وبعدين تحطوا الثوم وبعدين تحطوه على نار متوسطة وتفضلوا تقلبوا لحد ما لون البصل يصفر كده اهو. وبعدين بعد ما البصل بيصفر كده بنحط عليه مكعبات الفراخ، وبنحطها كمان تتحمر معاه يعني تقريبا حوالي دقيقة او دقيقتين، وبعدين بنسيبها يعني بنحطها على النار هادية دقيقة او دقيقتين. وبعدين بعد ما الفراخ بتتحمر كده ولونها يبقى ابيض ويبقى باين انها كلها اتحمرت، ممكن تضغطي عليها زيادة بس انا حباها تكون كده علشان ما تبقاش ناشفة. بعد كده هحط البهارات دي. البهارات طبعا انتوا بتحطوها على حسب مزاجكم، بس انا حبيت احط البهارات دي، بس في بهارات اساسية زي البابريكا والفلفل الاسود لازم تستخدموه، فانا هقول لكم ايه البهارات. انا هنا عندي شطة وفلفل اسود وعندي بابريكا وعندي ملح، وحطيت شوية جرام مسالة هندي من عندي، يعني بس مجرد تيست من عندي، فان انتوا مش عايزين بس الاساسيات هو البابريكا والفلفل الاسود. هنحطهم على الفراخ وبعدين هنقلبها كويس ونحطها على النار كمان دقيقتين، وبعدين نرجع نشيلها، وبعدين نحط نص قالب ماجي، او ممكن تحطوا شوربة لو عندك شوربة يكون احسن طبعا ويكونش فيها زيوت، بس انا حطيت نص قالب ماجي عشان يطعم الفراخ. وبعدين حطيت الطماطم وحطيت الفلفل المتقطع، وبعدين هرجع احطهم تاني على النار على نار متوسطة تقريبا دقيقة لدقيقتين، وبعدين بشيلهم تاني من على النار بعد ما يكونوا كده اتحمروا شوية. وبعدين بحط على الفراخ مية سخنة، ما بنحطش عليها مية باردة ابدا، بحط مية سخنة. انا حطيت مية في الكاتل وحطيتها يعني تقريبا حوالي 3 أو 4 كوبايات مية، طبعا على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا حطيت تقريبا 3 لـ4 كوبايات مية. وبعدين هحط الفراخ تاني على النار لحد ما تبدأ تغلي، واتأكد ان الفراخ استوت وبقت كويسة ومش محتاجة انها تفضل على النار اكتر من كده.
دلوقتي بعد ما الفراخ اتسلقت كويس هطلعها من على النار. وطبعا انا دلوقتي بعمل الاكله تقريبا كان لسه العصر بيأذن، فلسه بدري جدا على المغرب، بس علشان اوريكم الطبخه على بعضها. طبعا انتي المفروض الاكله دي تعمليها الشوفان يتحط قبل الفطار بحوالي يعني ربع ساعه، يعني مش فتره طويله، بس علشان احنا ننجز دلوقتي واوريكي الفيديو، فانا هحط الشوفان النوعين اللي احنا قلنا عليهم الميكس، وهحطها تاني على النار لحد ما تبدأ تغلي، وبعدين هطفي النار. طبعا بعد ما سبتها العشر دقايق دول سبتها كده تهدى شوية، بقت جاهزة معايا. بس زي ما قلتلكوا المفروض ان انتوا تعملوها قبل الفطار على طول علشان الشوفان بيكتم او بيتقل. فأدينا هي الاكل، بس مش مشكلة دلوقتي انا عملتها خلاص ودلوقتي هقدمها لكم. هي تقلت كده زي ما انتوا شايفين، لو انتوا مش عايزينها تكون تقيلة كده ما تكتروش من الشوفان المجروش او اللي هو الكريمي اللي بيتحول لكريمي. وده كان شكل ده كان شكل الشوربة. دلوقتي هزينها، هجيب فلفل اصفر وهاخد منه حلقة او حلقتين على حسب ما انا عايزة، واحط شوية خضرة سواء كانت كزبرة او شبت. انا هنا هحط شبت، انا عشان بحب الشبت فهحط شبت. وده كان شكل الشوربة بتاعتنا، ويارب تكون عجبتكم، ويارب تكون خفيفة والمكونات سهلة والطريقة سهلة وقدرتوا تعملوها وتنفذوها في البيت. وبس دي كانت وصفة النهاردة، اتمنى انها تكون عجبتكم وتكون خفيفة وتقدروا تعملوها ومكوناتها سهلة. حبيت ان انا اشارككم الوصفات دي على اليوتيوب، لان كتير بعمل الوصفات دي على الانستجرام. فلو انتم مشفتونيش في وصفات قبل كده عملتها لكم بالشوفان على الانستجرام، ممكن تروحوا دلوقتي تشوفوها. هسيب لكم اسم الانستجرام على الشاشه دلوقتي، وهتلاقوه تحت في الديسكربشن بوكس، تقدروا تروحوا تشوفوه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، عشان وجودكم بجد بيساعدني وبيساعدني جدا، وبحب اقرا كومنتاتكم سواء كانت هنا او على الانستجرام او على الفيسبوك. عايزاكم تكتبوا لي اقتراحاتكم وكل حاجه انتم بتفكروا فيها، وكمان مننا يعني في رمضان قولوا لي انتم متابعين ايه. انا عن نفسي متابعه كابتن عزوز كرتون، هو دي الحاجه الوحيده اللي انا متابعاها. وطبعا متابعه شانلز كتير على اليوتيوب، ف يعني مش مركزه قوي مع الحاجات اللي بتيجي في رمضان. فاكتبوا لي تحت ايه الحاجات اللي انتم بتحبوها، وقولوا لي رايكم في الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.